جايز اخيرا اخيرا دخلت التواليت، بس الحمام غريب قوي، ما فيهوش ولا صابون ولا حتى هاند لوشن. بقول لك ايه، معاكي انتي بكتيريا؟ انتي هبله يا بنتي، وانا همشي بكتيريا ليه هنا في شنطتي؟ انا ما قلتش بكتيريا. انت لمع باشا، لمع. لا لا بسكوتش، معلش المره الجايه. يعني انا مش هنستنفع منك باي مصلحه. معلش المره الجايه، المره الجايه. طب شكي شكي مرزوقه تعالي جنبي، شكي شكي مرزوقه تعالي جنبي، تعالي جنبي. بقول لك ايه، بقول لك خش على الباشا، بيحب الفلكلور ده. هو لمع باشا، خد لما علي النضاره دي مبصمه. عايزها نفس اللون ولا غير لك لون؟ المهم اشوف بغض النظر. خلاص هعمل لك العدسات واعمل لك الجزمه هديه. بجد؟ اه والله. ماشي انا موافق. المهم يا جماعه دلوقتي هنعمل ايه؟ هنخش المينا بقى ازاي؟ بقول لكم ايه، انتوا مفيش اي حد فيكم يعرف اي حد في المينا هنا او ظابط؟ لا ما نعرفش. تعرف انت؟ انا بص، انا ليا اتنين صحابي ظباط، واحد ظابط في المتحف الزراعي والتاني في المباحث. ما حلو المباحث ده؟ لا ما هو المباحث ده شغال في مباحث الكهرباء. انا ما اعتقدش حد اعرفه هينفع يدخلنا. طب يعني ايه؟ هنروح يعني ولا ايه؟ احنا يا اما نروح يا اما نكلم عبد العزيز. اقسم بالله كنت متوقعه منك. اتجننت يا بنت ولا ايه؟ عبد العزيز مين ده اللي انت عايزه تكلميه؟ ثانيه واحده بس، مين عبد العزيز ده؟ ايوه صح، مين عبد العزيز ده؟ قريب ابن خال امي، امين شرطه هنا في بورسعيد، بس كان عينه مني. عينه منك يعني ايه؟ يعني كان عايز يتجوزني، بس انا نفضت له عشان خاطر دبدوبي دوبي. طب ايه المشكلة دلوقتي انك تكلميه؟ ايوه صح، ايه المشكلة انك تكلميه؟ مشكلة انه عيل لازق كده وملزق. معلش يا شريهان، لو هينفعنا اعصري على نفسك ليمونة وكلميه. هو ايه اللي لو هينفعنا؟ بتقولي ايه؟ وانت مشكلتك مع انه هو لازق وملزق بس؟ انت ايه مشكلتك؟ ايوه صح، انت ايه مشكلتك؟ شات اب، انت مين؟ لا مؤاخذة. هيا هاني، ايه مشكلتك؟ برضه هتقولي ايه مشكلتك؟ يا ست الكل بتقولي كان عايز يتجوزها، يعني عينه فيها. أصور يعني ولا إيه؟ أيوة ما مشربهاش وسابها لك، أنت شربتيه. بس يا عم أنت خليك في حالك، خليك مكاني يا عم سيف. إيه؟ دلوقتي الراجل ده كان عايز يتجوزها، يصح كده؟ لا طبعًا ما يصحش. تسلم يا نخوة. سيف. يصح. إيه ده يا أبو الرجال؟ وأنا ينفع أمتنع عن الإجابة طيب؟ هاني، مش هي دلوقتي خطبتك واختارتك أنت في الآخر؟ أنت مش واثق في نفسك ولا إيه؟ لا الحمد لله عندي ثقة وكرامة وكل الحاجات الحلوة دي. بس انا لو سبتها اتكلم الواد المقاحل اللي كان بيلغيها من زمان دوت، ابقى انا لا مؤاخذه عيل مقاحلي. الكلمه دي عيب؟ لا خالص. طيب بغض النظر عن الكلمه اللي انا مش فاهماها دي، شريهان هتكلم عبد العزيز عشان احنا نلاقي الفلوس مش اكتر. فلوس؟ فلوس ايه؟ بيعمل ايه في حياتي ده؟ بيعمل ايه؟ بيلمع ركبي. ما خلاص يا عم هتلمع في خادي. لا مؤاخذه، اصل افتكرتها بوت. بوت؟ ما انت كده، انت جاي بتعزف على رجلي. معلش يا استاذ نيلي، خليها فرصه ثانيه ان شاء الله. وعلى راي المثل قطمه احسن من نحله. نحله ايه؟ انت ليه بتقول كلام غريب قوي كده يا هاني؟ انا ما قلتش نحله اصلا. من الاخر كده يا جماعه، شوفوا لكم حل تاني. شوشو مش هتكلم عبد العزيز. هاني، فاكر لما قبل كده قعدنا مع بعض وقلت لي ان عندك احلام كتير قوي مش هتحققها غير لو معاك فلوس؟ دلوقتي لو شريهان كلمت عبد العزيز احنا هيبقى معانا الفلوس دي؟ افكرك؟ قلت لي انك هتتجوز شريهان وهتجيب شقه في حدائق الاهرام عند الخوفو وهتجيب عربيه وهتعمل ألبوم زي أصحابك الأهلوية الدخلوية. أيوة الدخلوية. وبعدين هيكون عندك توك توك مرسوم عليه محمد رمضان من ورا ومكتوب عليه السقف اللي مش هنتقلب، وهيكون عندك ميكروباصات كتير بتودي من التحرير للطواجن، من الطواجن للتحرير. طواجن إيه؟ طوابق. Whatever. هي هاني قلت إيه؟ وافق بقى، وافق بقى، وافق وافق والنبي. والحلو والنبي تبسم للنبي، للنبي تبسم. خلاص يا جماعه اللي انتوا عايزينه اعملوه. هكلمه يا دبدوبي. كلميه، بس انت اصلا معاكي نمرته؟ ما مسيفه عندي. مسيفه بقمرت ايه ان شاء الله؟ ما هي دي الشريحه القديمه اصلها. الو. ايوه يا زوزو. اي عبد عزيز، ازيك؟ الحمد لله. وانت كمان. وانت كمان. قال لك ايه؟ وانت كمان وحشني قوي، عادي زي ما كل قرايبي يعني بيوحشوني، مش فارق لي قوي. بقولك ايه، انا في بورسعيد وعايزه اقابلك. لا مش هينفع بالليل. هو انتوا متعودين تتقابلوا بالليل؟ لا لازم نقابلك دلوقتي. انت فين؟ طب ده انا جنبك قوي، 10 دقايق وابقى عندك. يلا مع السلامه. يلا يا دبدوبي يلا. مالك ملهوفه كده ليه؟ يلا عشان نلحقه بس. ثانية واحدة، احنا هنروح كلنا،
انا بعد كده كل خطوه هتبقى رجلي على كتفك. اسمها رجلي على رجلك او ايدي على كتفك، انما دي مش راكبه. Whatever. افهمي، لو دخلنا عليه كلنا كده هيقلق، فنروح احنا الاول نفهم سكته ايه، وبعدين ما تقلقيش انا ماليش في الحركات دي. ها يلا يا بابي، يلا يلا عشان نلحق نجيب له هديه كمان. انت هتزيد بقى ولا ايه؟ يلا استنونا هنا هنرجع لكم تاني. بحاسب لنا سيف عقبال لما نيجي. بس انا حاسب لك ايه الجديد؟ علمت عليكي. بس يا سفروت. بس هي بصراحة علمت عليكي. انت لسه هنا بتعمل ايه؟ امشي يلا. لا مؤاخذة، اصل بلمع اوكر. امشي. يا عم امشي بقى. اوف. لما انت بتبيع جوافة. ايه ده؟ سيف بقول لك ايه؟ ممكن تطلب لي حاجة اكلها؟ هتاكلي تاني؟ ايوه البحر بيجوع. في ايه؟ البحر بيجوع. ايوه واحنا بنعوم. اطلب لي حاجة بقى بليز. اجيب لك سرنباق ولا بكلاويز؟ ده ديزرت؟ لا ده ديزرت البحر، ده غير ديزرت الشيطان. يلا. لا يلا ايه؟ يلا خش. لا ما تخافش ما تخافش. واحدة 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 واحدة. يلا يا هاني. ايه؟ تعالى دور في الصندوق ده، انا خايفة. حاضر حاضر. الحق. ايه؟ المكان مطرب قوي. لازم يبقى مطرب. انت بتقول ايه يا ابن انت؟ شوف كده الصندوق اهو. شو ها؟ فستان الفرح اهو. حلو، بس تغسل بس هيبقى كويس. ايه ده؟ ايه لقيتي حاجه؟ مفيش كنز. وفي ده. يلعن ابو كده يا شيخه. ما تلبي نفسك يا ده انت. لا هو مش قصده، هو كان قصده يقول بس يعني ان جدك هايف قوي. ما تحترم نفسك انت كمان. هو ما يقصدش، هو قصده ان جدك ده ابن. ما بس بقى يا ده انت وهو، وخليني اتنقل احل الكلمات المتقاطعه. يا ربنا يسامحك يا جدو. خدت بالك؟ سمعت حاجة؟ ايوه سمعت في حاجة. انا ما سمعتش حاجة. ما انت مخدود ليه؟ انت المخدود على فكرة. ايوه. لا بقى شفت حاجة صح؟ ايوه شفت، اتخيلت بحاجة بتعدي. يبقى بيتهيألك. يبقى بيتهيألك. ما انت ما شفتش؟ ما شفتش حاجة. انت كذاب على فكرة. هنخلص النهارده. هما الموظفين كده، نيجي نخلص شغلنا يقعدوا يحلوا الكلمات المتقاطعه. لا يا اخويا، 7 ايام اجي لها كل عايز الواد اداره تانية ومش عارف. تعرفي ان احنا فينا حاجات كتير شبه بعض؟ اصل انا كمان مدمن جيمز على المحمول. بتحب ايه بقى جيمز على المحمول؟ بحب العب كل حاجه، يعني الطيور الغاضبه، المزرعه السعيده، كيف تحمي التمساح. مفيش لعبه اسمها كده. ازاي دي مشهوره عندنا؟ يديكي شويه ميه وتقعدي تحفري للتمساح لحد ما يوصل للميه يشطف بيها. واسمها على الستور كيف تشطف التمساح؟ ايوه بس بالانجليزي، كيف تشطف اللاكوست. بقولك ايه،
انت عمرك صاحبت قبل كده؟ يعني في بنت في العالم حبتك قبل كده؟ بصي مني يعني واد امور وشيك، فتلاقي بنات العالم كلهم عليا كده. لا انت شيك قوي بصراحه. ميرسي. عجبك الاصفر؟ تحفه. كنت متاكد، اصله ماشي مع لون شعرك. طب اقول لك حاجه، عارفه كل تقليعات عمرو دياب؟ قول لي بقى انه واخدها منك. لا كنت اقول لك حلوه عادي، انت ليه شايفاني كذاب؟ لا خالص. وانت ما قلتليش انت صاحبتي قبل كده؟ انا صاحبتي كتير جدا. الله، بعشق الست الخاينه. تاخد تشطه في التمساح وتسكت شويه حبيبي يا لاكوست. ها يا امي، فهمتي حاجه؟ لا، بس اللي فهمته من الكلمات المتقاطعه دي ان الحل في قصة العقد بتاع الجدة بطة. طيب بتحكي عن ايه بقى القصة بتاعت الجدة بطة دي؟ الجدة بطة دي كان عندها عقد غالي قوي، وفي واحد راجل عايز يشتري منها عشان يديه لمراته في عيد جوازهم. العقد ده ضاع، فضلوا يدوروا عليه كتير قوي، وفي الاخر بقى اكتشفوا ان لوز نايم على العقد في المزرعة. كان عامله مخدة يعني. طيب يا جماعة تمام، احنا نطلع على المزرعة واكيد هنلاقي العقد هناك. نطلع على دي في مدينة البط. طب ايه يعني، هي بعيدة مدينة البط دي؟ بعيدة ايه؟ في الفيوم مدينة البط. ابن الفيوم قريب، احنا نركب من الرماية اي حاجة. بس بقى يا واد يا ظريف، انت وهو احنا مش فاهمين حاجة، لازم نلاقي حد بيفهم. ما هو يا اما عم بدق يا اما عم عبد الله. يا جماعة استهدوا بالله، انتوا الياس راكبكوا ليه؟ احنا نشوف المجلة العدد ده. فار 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 فار. مين ده؟ يلا يلا نمشي. انا قتلته. لا يلا، انا قتلته، انا قاتل. لا لا انت مش قاتل، ده كان دفاع عن النفس. انا قتلته ده. لا لا ما تخافش، لا مش انت، مش يلا انت. يلا 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 بسرعه يلا. هاني اتحرك، هاني استنى هاني. يعني مؤاخذة، هما حلوا الكلمات وبعدين قالوا القصة؟ مظبوط سعادتك. ودي قصة ايه بقى؟ قصة عقد الجدة بطة. يعني ليلة القبض على بطة؟ القصة نفسها ايه هي؟ صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. زيد النبي صلاة عليه الصلاة والسلام. كانت الجدة بطة تعيش في مزرعة سعيدة، وكانت تجري وسط المروج والزروع وتسبح في البحيرة الزرقاء. ايه يا أبلة فضيلة، انت بتنايب نقطك الا؟ ايه القصة على طول لما اخذ اقولها؟ انا اسف سعادتك. اتفضل. جدة بطة دي اصلها كان عندها عقد غالي قوي قوي قوي. كويس. وكان في واحد عايز يشتريه منها عشان يقدمه لمراته هدية في عيد جوازهم. حلو. لكن للأسف. خير. للأسف تأتي الرياح بما لا تشتهيه السفن. ايه حصل ايه؟ العقد ضاع. 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 لكن لقوه بعد كده تحت واحد اسمه لوز. تحت ازاي يعني؟ زي ما انت فاهم ساعتك. عقد الجدة بطة غالي قوي. يا ابن الايه يا ميكي؟ يا ابن الايه؟ خلاص هذا ضح محلولة مؤاخذة. خلاص ازاي سعادتك ومحلولة ازاي؟ نروح مؤاخذة الجدة بطة ونجيب منها العقد. ايه ده؟ هو حضرتك تعرف الجدة بطة؟ اعرفها. ايه اللي اعرفها؟ مؤاخذة عز المعرفة. مش عارف سمع دي كلام كله انا وجيت معاكم. عشان ما عندكش شخصية. يا جماعة انا بنزف جامد قوي، محتاج نقل دم في فصيلة دم نادرة، انا كده هموت. خلاص بقى يا سيف، شكلها حاجة بسيطة يعني، مش هتموت ولا حاجة، بس من فضلك ما تقربش مني عشان انا ما بحبش الدم يجي على هدومي. دم ايه يا جماعة؟ ده جرح سطحي. جرح سطحي ازاي؟ وانا حاسس ان الرصاصة نتزل في كتفي. بقول لكم يا كباتن، العقد ده فوش. فوش؟ فوش يعني ايه؟ مش عارفة يا اختي يعني ايه فوش؟ يعني فالسو، يعني اي كلام، يعني مضروب، يعني طلع فتش. وات ذا فتش؟ يبقى اكيد العقد ده هيوديني لحاجة تانية. بموت. بس بقى هنعمل ايه في المصيبة دي؟
طب اسمعوا، احنا ناخد سيف ونسيبه عند اي مستشفى ونروح نشوف موضوع الفوش ده ايه. انتوا عايزين تاخدوني لحم وتلموني عظم، ولما اروح المستشفى يقولوا لي مالك في كتفك في ايه اقول لهم ايه؟ ده كاتشب؟ انا مش هقع لوحدي، كلكم هتقعوا معايا وهدرجركم كلكم. بقول لك يا كابتن، اهدى على نفسك كده وبلاش افوار، عشان الفيلم ده انا شفته قبل كده. خلاص يا جماعه، احنا نطلع على صباح وتشوف لنا صرفه في موضوع العقد ده وكتفي، وتشوف لنا صرفه في موضوع كتفك، وتشوف لنا حاجه ناكلها عشان ميتين من الجوع كلنا. يلا بينا. خدني معاك يا هاني. خليك بقى هاني، انا بنزف يا هاني. سلام يا عم ابراهيم، خلي بالك من نفسك. انت واثقه في عم ابراهيم ده ولا هيروح يفتن علينا؟ هيفتن علينا اكيد، ده سامع كل حاجه، ده مخبر اساسي. هاني. ايوه. الرصاصه لا تزال في كتفي. انت ما رجعتهاش لحد دلوقتي؟ انت هتهزر. معلش لما نوصل بالسلامة.